ذكرت وكالة بلومبرج أن مجموعة دول العشرين وافقت على منح العضوية الدائمة للاتحاد الإفريقي، وأضافت الوكالة أن هذه الخطوة ستمنح التكتل الإفريقي نفس الوضع الذي يتمتع به الاتحاد الأوروبي من تسميته الحالية المنطقة الدولية المدعوة. ومن المتوقع أن يعلن زعماء مجموعة العشرين القرار خلال قمة تعقد في الهند في غضون أيام.